بكل أسف الأردن اليوم بعد أكثر من 25 عام من اتفاقية وادي عربة وفشل التطبيع العميق وإلحاق الأردن أرضاً وشعباً بالمشروع العدوان الصهيوني والمشروع التوسع الصهيوني ودعم المستوطنات الصهيونية من أموال دافعي الضرائب الأردنيين وإلحاق المواطنين الأردنيين بهذا المشروع، اليوم يتم السير بهذا المشروع على قدم وساق من خلال ملفات استراتيجية كبرى تؤثر على أمن الأردن الاستراتيجي، وهي الكهرباء والطاقة والماء. المواطن الأردني اليوم يقول لا لهذا النهج، وليسقط هذا النهج، وليحاسب كل من أودى بنا إلى هذا الطريق. نحن مستمرون على من أجل رفض هذه الاتفاقية، واليوم في اتفاقية النوايا كمان مع الماء مقابل الشمس، نحن نرفضها ونرفض التدخل الصهيوني في شؤون البلاد الأردنية. ومنذ اتفاقية وادي السلام نحن نرفض هذه الاتفاقية أيضا، اتفاقية وادي السلام التي رهنت أمن الأردن للكيان الصهيوني ودعمت الكيان الصهيوني، ونحن اليوم لدينا الغاز ولدينا الطاقة وممكن نستثمر في غازنا وطاقتنا ومياهنا. بسم الله عليكم.